بس فرقت مراتها اللي فاتت بدل ما اقول لها هو انا مش قد لسان. ازيك يا روحي؟ مساء الخير. ما عرفتوش اخر الاخبار؟ اخبار ايه؟ ما سمعتوش خطاب السادات؟ لا، في ايه؟ بيقولوا انه عنده استعداد انه يروح اسرائيل. ايه؟ نعم، بتقولي ايه؟ لو مش مصدقني هات اذاعه البي بي سي او نفتح التلفزيون. والله لو عملها يبقى راجل سابق عصره. هو ايه اللي سابق عصره ده؟ يا اخوانا هتلاقيه بيناول. طب وايه المشكله؟ اولا هيكسب تعاطف العالم كله، ثانيا والحروب اللي كانت بيننا ورجالتنا اللي ماتوا من يوم ما اتخلق العالم في حروب، بس ما فيش مانع ان احنا نعيش في سلام. وهم هيوافقوا على السلام ده؟ دي ضربه معلم وورقه ضغط من زعيم فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. ودي اول مره نتفق على حاجه. طب بس نفتح التلفزيون ونشوف الحكايه الاول. معقول يروح اسرائيل؟ ده ولا في الاحلام اللي احنا بنسمعه ده؟ قعدوا يقولوا بيهوش وبينور اسرائيل، اتاري الموضوع بجد ومش هزار. وايه بقى اللي احنا هنخسره لو هو راح اسرائيل؟ اللي هنخسره؟ انت يا محمود اللي بتقول الكلام ده. اسرائيل دي عدوتنا، هي اللي حربتنا واحتلت ارضنا، انت نسيت؟ من غير انفعالات بس، خلينا نتكلموا بهدوء. الراجل قال انه مش هسيب ارضنا ولا هيفرط في شبر ارض عربيه. بيني وبينك بقى، هو زنقهم في خانه اليك، قال لهم قاعدين تعيطوا وتولولوا وتقولوا العرب مش عايزين يعملوا سلام معاكم، العرب عايزين يبلعوكم، اهو ادينا بنقول يا سلام. والله العظيم حركه معلم. نفذوا السلام اهلا وسهلا، ما نفذوش السلام يبقى كشفهم قدام العالم. وانت يا فاطمه رايك ايه؟ والله اللي ما دقش الحرب وانكوى بنارها زينا ما يقعدش بقى يهلل ويقول يا حرب. الراجل مغلطش، الراجل قال انا مستعد اروح اخر الدنيا عشان ما فيش عسكري مصري يموت. انا معاه. كفايه بقى، كفايه اللي حصل لنا من الحروب، موت وخراب ديار. ايه ده؟ اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ده ولا وزير الخارجيه بيتكلم يا اخوان. وال يا عم احمد، يا حاج ايه، ما قلتلناش رايك ايه في الموضوع؟ ماليش راي. كويسة. أنا ما قلتش إنك جاية. مال في إيه؟ يعني إيه مالكش رأي في اللي بيحصل؟ يعني فعلا مش عايز يبقى لي رأي. ده إيه النغمة الجديدة دي؟ مش دي النغمة اللي طول عمركم بتحلموا تسمعوها؟ مش معنى إني أمك وبخاف عليك إني عايزك تعيش في مغارة وما تبقاش دريان باللي بيحصل حواليك. عايزين أقول رأيي في إيه بالظبط؟ ولو قلت رأيي هيسمعوا؟ هيبقى له اعتبار؟ مش مهم يبقى له اعتبار، بس قول. قلت شمال اتحبست، قلت يمين برضه اتحبست. ولو ما قلتوش خالص هتبقى الحبسه المره دي اصعب 100 مره، لانه هيبقى بيتهيألك انك حر، بس الحقيقه ان انت هتبقى مسجون جوه خوفك. وانا عمري ما حلمت ولا تصورت ان ابني يبقى جبان. جايز كنت بعيط عليك وانت بعيد عني وخايفه عليك، لكن لازم تتاكد ان انا كنت فخوره بيك، لانك دافعت عن اللي انت مؤمن بيه حتى لو دفاعك ده دخلك السجن. انا عايزك جنبي صحيح، لكن عايزك راجل مش ضل حياتي يا باشمهندس. بس ابنك ده ضل حيطه يا ابو. ضل حيطه؟ ضل حيطه يعني ايه يا ولا؟ ابن عليا المصري لازم يبقى راجل، لازم امشي في وسط الناس وانا رافع راسي لما سيرته تتجاب، فاهم؟ ومين هيدفع الثمن غيري؟ وانت بتهيألك اني ما دفعتش الثمن؟ تبقى غبي. دموعي وخوفي عليك، دعايا ليك، كل ده كان اكتر من السجن اللي انت كنت فيه 100 مره. بس ما حدش في البلد دي دفع الثمن غيري وغير عيلتي. نفسي صحيت الصبح راحت شغلها وفطرت، ورجعت من الشغل قعدت على القهاوي اتفرجت على ماتشات الكوره ولعب الطاوله. يبقى عايزاني اقول رايي ليه؟ ليه؟ عشان راجل. ابنك الراجل اتعمل فيها يا بابا. يا
لم نتجرها بنلاقي الدواء. إنما الخوف يا حمد ملوش دواء، إنك بتبقى ميت وإنت عايش في وسط الناس يا حبيبي. أدي اللي كان ناقص يروح إسرائيل. إسماعيل عشان خاطري بلاش أي استفزاز للسلطة دلوقتي، لا منشورات ولا بيانات ولا مظاهرات ولا أي حاجة. أنا مش عايزاك تخش السجن تاني يا حبيبتي. أنت فاكراهم هيستنونا لما نعمل مظاهرات أو نوزع منشورات؟ دول معاهم قوائم جاهزة بأسامينا وعناويننا وأوصافنا، لازم يعملوا أي ضربة وقائية يجهضوا بيها أي تحرك ثوري للكوادر، يشعللوا بيها الشارع المصري والشارع العربي اللي مستني أي شرارة نار. أنا ماليش دعوة بكل اللي أنت بتقوله ده، أنا الخايف عليه هو أنت. أنا لازم أهرب من هنا دلوقتي، لازم أشوف لي مكان آمن لغاية ما أهرب برا مصر. وأنا؟ أنتي روحي عند ماما لغاية ما أشوف أنا هعمل إيه. لا طبعا لا يمكن، أنا معاك مطرح مطروح. ما ينفعش يا ياسمين، ما ينفعش، هتتبهدلي. أنا موافقة. هنبقى محتاجين فلوس. هتصرف. هتعملي إيه؟ هخلي الطبقة التوفايلية تصرف على البلوريتاريا. تلمستي وحبيبتي، يلا بقى قبل ما يجوا يقبضوا علينا.